نظمت مؤسسة حياة كريمة مجموعة من الأنشطة والفعاليات بقرية بني عدي بمحافظة بني سويف بالتعاون مع عدد من الجهات. ووفرت المؤسسة قافلة طبية وخدمات تمريض مع صرف العلاج بالمجان، كما ساعدت في إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم. احنا متواجدين النهارده في قريه بني عدي التابعة لمركز ناصر، استكمالا لقطار مبادره انت الحياه اللي مرت في بني سويف بثلاث قرى سابقين. والنهارده بنستكمل في قريه بني عدي واللي بتضم حوالي ثلاث قرى توابع بعدد نسمات حوالي 30,000 نسمه. انت الحياه ممكن نقول عليها انها قافله متكامله. مكتب حياه كريمه النهارده كمان عمل حاجه لاول مره بتحصل، وهي استقبال الحالات الانسانيه من قلب القرى، سواء كانوا غريمين او مراه معيله او كانت اي حاله انسانيه تحتاج للتدخل سريع وتدخل مباشر، سواء في القطاع الهندسي او في القطاع الانساني. حياه كريمه كانت بتستقبل المواطنين كلهم على مدار الايام الماضيه، والنهارده لتوزيعهم او نقلهم للجهه اللي هتقدر تساعدهم. وكمان كان عندنا قافله طبيه 8 تخصصات مختلفه، استطاعت القافله الطبيه خدمه اكثر من 4,000 مواطن وتوفير العلاج ليهم. بالنسبه للحالات الانسانيه بتيجي بتتكلم بتحكي ظروفها، سواء محتاجه مشروع تمكين اقتصادي او حاله انسانيه مثلا بنسمع منها، وبناء على الكلام بنبحث عن الحاله نشوف هي محتاجه ايه. المبادرة النهاردة يعني على مدار 3 أيام فيها فعاليات كتير، فيها مصر الخير، فيها قصر الثقافة بيقدم برامج ثقافية، فيها صندوق مكافحة الإدمان بيقدم أنشطة وهدايا للأطفال وتوعية للأهالين هنا في قرية بني عدي. النهاردة عرفنا إن في كارت خدمات متكاملة بتعمل، وأنا عندي ابن أخويا جبته النهاردة والحمد لله استفاد من كارت الخدمات المتكاملة وتم عمله. أنا عرفت حياة كريمة من عن طريق الإعلانات وعن طريق التلفزيون والمبادرات اللي بتعملها في كل القرى. أنا حضرت النهاردة أنا وأولادي، بنت الصغيرة كشفت لها وأولادي الكبار في مدرسة شاركوا في الألعاب مع صندوق مكافحة المخدرات وفادوا الولاد اللي في البلد، ودي بالنسبة للقرية حاجة جميلة جدا قدمتها مبادرة حياة كريمة.